حبيباتك ديري لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير على خير 5 5 ان شاء الله كيف ما العاده. اليوم عندي معكم فيديو جديد، وهو هذا الفيديو غادي نخرج انا وماما اليوم. بعدا شوفوا قبل ما نبداو، عرفتوا الدنيا عامره وزوينه مزوهره، الدنيا زاهيه. مهم كيف ما كتعرفوا بنات اليوم، وهو غادي خارجه نحضر، باغا نشري كادو لراجلي. اليوم غادي نخرج نشري كادو مع قرب الزواج ديالنا. المهم ونشري شنو خاصني، باغي نحضر ندير التحضيرات، وخا داكشي نديرو غير داكشي خفيف ظريف ونشوف اش ناخذو داكشي. المهم غادي دابا للمول ناخذ ليه كادو وناخذ شي حاجه خاصاني، ونضربو دويره مع بعضياتنا ان شاء الله. وهي معايا ماما. ماما اليوم يا اختي راه ضاربه لينا الجلابه اليوم بالالف. ها هي ضري ورمجي شاهد شاهد ديزاين من اللور. مهم قالت لك طلع لها في الراس، طلع لها في الراس البنات تلبس الجين وداك الشيء. قالت لك زعما رومي وداك الشيء بغات تلبس اليوم الجلابه. هي انا قالت لكم فعليت بدات تلبس التقاد. عرفتو كنهضر معكم وخانقاني هاد الماسكاريه، وف عرفتو ودنينا ما غادي يسالي كورونا، تا ودنينا غادي يوليو قلشين البنات. شوفوا نوليو بحال هذاك ديال البنات بتحبي وداني وداني. هاتي داك الفيلم شكون بقى عاقل، واحد الفيلم قديم كان داك الممثل كريم، قال كريم عبد العزيز، عبد العزيز محمود كريم كريم عبد العزيز. لا ماشي كريم، يتولد محمود عبد العزيز كريم هو هذاك. لا هما راه بزاف الاسماء كاينين كلهم كريم كريم كريم. مهم كان ودنيه كبارين. لا ماشي ولدو، لا ماشي ولدو، ولدو هو داك الضعيف. لا ماشي مولودني الكبار، لا وكان ودني الكبار وكانوا يبقاو يلعبوا بيا، بدا يقول لي البنات بتحبي وداني هي ديالي انا. يلا البوكوفاز لو منطول عليكم، هانتوما معايا. البلاصه مار، ولكن دابا هذه العشيه، هذه شحال 6 8 دابا. اغلبيه ديال التندات مابطين الريدو، انتما مخلين غير النص ديالو، ما عرفتش واش كيسدو ولا. وكتدخل غير ب5 ب5 التنده، ما يدخلوش كلشي زعما كيف العاده، داكشي خاصك تعقم يدك. المهم دابا حنا ندخلو نمشي نطلع شويه لزارة، نضرب فيها واحد الدويره ونشوف نشوف شنو كاين. المهم انا نطلع ليها انتم معايا، ندير معكم دويره خفيفه فيها. يلا حبوباتي
هاد دابا نزلت من زارا. المهم شريت لراجلي كادو، نتمنى يعجبو. وهاد لا فيديو هذا راه ما غادي نحطو حتى غادي فوت عيد الزواج ديالنا، حيت بغيت نقسم لكم باش ما يجيش لا فيديو طويل. داك انا بغيت نقسم ندير زعما نهار اللي نشري فيه كادو ديروا معايا دويره خفيفه وعاده باش النهار اللي غادي نحتفلوا ان شاء الله حبيباتي. المهم هاد لا فيديو راه ما نحطتها غادي نكون درت عيد الزواج، حتى نكون احتفلنا بعيد الزواج ان شاء الله. المهم خديت لي شي حاجه بسيطه، هذاك الشيء لوجيستيكي كونت. يلا حبيباتي خليكم معايا. صباح النور حبيباتي، انا جات لكم من جديد. المهم البارح بعد ما مشيت قديت هذاك الشيء اللي خاصني، ما عاودتش مشيت، ما بقاش الوقت، لقيت ميركادونا سداد. دابا غادي نمشي ندخل ميركادونا، هادي العشرة يلا كيف تحات نمشي ناخذ اشنو خاصني صافي ونكمل معاكم البنات، نشوف اشنو غادي ندير. المهم نتوما كتعرفوا في عيد الزواج بعدا خاصك ديروا هذا، ديروا اي حاجه كتبغيوها نتوما زعيكم في الماكله. بالنسبه للراجل اللي زاد عليه شي حاجه سميتها الدجاج المحمر كيموت عليك حماق عليه. المهم انا ندخل دابا نغسل يدي لداخل ونكمل باش ندير المعقم هذا باش نكمل معاكم احبوباتي. انا دابا وصلت للميركادونا، المهم نكمل معاكم خليكم معايا. انا حبوباتي دابا من بعد ما درت معقم ايديا ودرت اللي درت كندخل دابا نشوف اشنو خاصني. ايوا هانتوما معايا حبوباتي، نشوفوا دابا اشنو ناخذوا. صراحه الانسان ملي كيكون عنده شي مناسبه ولا شي حاجه بغي يوجد ليها صراحه كيكون فرحان، حيت كتحسي بحال شي حاجه مغيره ياكل بنات ولا لا. المهم انا دابا نشوف شنو ناخذ، ضروري غادي نشارك معكم ان شاء الله اشنو ناخذ، خليكم معايا. انتما البنات ناخذ هاد الشميعات هادو دايرين لهم اورو 50 صراحه ما غاليين، غادي ناخذهم. ما نعاودش لكم واحد الصاد واحد الصاد، ولكن الحمد لله عندنا نديرو مكملين بالماسكاريا وما نعاودش لكم كنظمتو واش عندي. والله يجعل لنا مغفرة الذنوب يا ربي امين. المهم حبيباتي نشارك معكم اشنو خديت البارح، كنت نكمل معكم التصوار ملي كنت في بلاصه مار. المهم خرجت من زارا طفيت التليفون مشيت دست الكاريفور دغيا، مشيت لهاد التيندا ديال تيدي، هاد تيدي اي تا هي عندهم هداكشي. المهم عندهم ديكوراسيون واعرين وبثمن مناسب، عندهم كتلقاي بعد ما عندهم مويعنات، عندهم شحال من حاجه ديال بالنسبه اللي عندهم لي زانيفيرسير كلشي الصراحه عندهم داكشي زوين. شي نهار نمشي ندير لكم فيها جوله وان شاء الله. المهم حبيباتي اشنو خديت، خديت هاد المفيخات هادو ديال الارقام وما غاليينش، عارفين ثمنهم خديتهم باورو 50 الوحده يعني بجوج بثلاثة اورو. وخديت هاد الشميعات هادو حتى هما هي 55 سنتيم الوحده يعني بجوج باورو 10. وخديت هاد النفيفخات هادو على شكل كوراسونيت
خديتهم تاهما باورو فيهم 5 ديال البياسات. وخديت هاد الشميعات هادو، هادو راه وريتهم لكم دابا، هادو خديتهم دابا من ميركادونا فيهم 18 وحده. صراحه البنات الريحه ديالهم غزاله، خطيره خطيره، تروبيكال، فيهم ديال الاناناس، فيهم مخلط الفاني الورد، عرفتي واعرين وما غانيش باورو 50. وخديت هذا هو الكادو اللي خديته راجلي من زارا. المهم خديت لي ماما مروه، بغيت لكم دابا تشوفوا منين عطاه ليه، غير هي دابا غادي نشدو غادي نقادو لي في الكادو ديالهم. البارح البنت قالت لي مع كان وراي ناس ما تخليهم واقفين وما كيبغيوش يخليو يتحم، قالت لي تقدر تصاوبي غير راسك، قلت لها صافي ماشي مشكل نصايبو غير راسي. تاهما مساكن مالتين كيصايبو داك الشيء، كنا ما كيقدروش يبقاو نخلي الناس واقف في حدا شي. المهم هادشي اللي خديت، خديت الطارطه، راه شاركت معكم انواع ديال لي طارط اللي كاينين في لي كادو اللي كاينين في ميركادونا. الصراحه عندهم الطورطات زوينين. دابا يا عاوتاني تنبغي نحتفل وانا رايحه لكم، دابا غنفوت معكم هاد لا فيديو هذا ديال التحضيرات. دابا يا تنشوف النوض، نشوف اش غادي ندير نوجد. المهم انا راجلي عزيز علي، عزيز علي الدجاج محمر. المهم نهار خاصني نتلوج، خاصني ندير راجلك اشنو عزيز علي الاكله اللي عزيزه علي، هو عزيز علي الدجاج. شي حاله سميتها دجاج محمر كيحمق عليها، الاكله المفضله عنده هو الدجاج محمر. ماليناش دابا غادي نقطع معكم هاد لا فيديو هذا هنايا ونكمل معكم، ما بغيتش نديرو لكم طويل وداك الشيء. قررت نقسم معكم صافي. دابا غادي نوض يلا نحضر اشنو غادي ندير الوجاد وهداك الشيء، ويلا نوضت انا نقاد حياتي وعارفين. يلا حبوباتي لكم انت، نخلي معكم في الكمانة ان شاء الله قبل ما تكملوا لا ملي تكملوا لا فيديو، واش بغيو تدخلوا معايا الفيديو ديال عيد الزواج ديالي الاحتفال ديالي، ديروا لي لايك 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 لايك، وديروا لي ابوني ودقوا على الجرس وخليوا لي شي تعليق بحالكم البوكوفات كنحماق عليكم.